صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توجد مخيمات خارج مدينة الرياض تبعد قريبا من 30 كيلو متر، ويوجد فيها مصلى تقام فيه صلاة الجمعة وبقية الفروض، فما حكم صلاة الجمعة في هذه المنطقة الصحراوية؟ لا تصح صلاة الجمعة، ومن الذي يفتاهم بهذا؟ هم يفتون أنفسهم. لا تقام صلاة الجمعة إلا بفتوى من دار الإفتاء، يعني هي المسؤولة عن تأسيس الجوامع، فيجب عليهم أن يعيدوا الصلوات التي صلوها جمعة، لأنهم غير مستقرين، المخيمات غير مستقرة وليست بنيانا، وهم خارج البلد بعيدين عن البلد، ليسوا تابعين للبلد، فهم أخطأوا في هذا وعليهم الإعادة. نعم.